جميعا. انا هذه الكلمه طلبوا مني باش نقول كلمه شنو الاطار. قلت لهم ديروا اللي بغيتوا على اي حال. قلت لهم ديروا باسم واحد الشبكه اللي عندنا في المنطقه ديال الرباط ثلاث مرا اللي هي الشبكه من اجل الحريات والحقوق الاجتماعيه. اذا في البدايه نبغي اولا نهني رفيقه وفاء شرف بالخروج ديالها من السجن. نهنيها هي شخصيا، نهني العائله ديالها الصغيره، نهني العائله ديالها الكبيره اللي هي النهج الديمقراطي، الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، الحركه العماليه بالمنطقه ديال 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 الشمال 20 فبراير الى غير ذلك من العائلات ديال وفاء شرف، العائلات النضاليه. اذا بهذه المناسبه كنهنيوها. واحد الكلمه قالت مهمه، يعني شعار اللي هو كنظن مزيان نتمعنوا فيه، اللي هو الشعار ديال حاكمونا واعتقلونا وتحدينا يا نظام ارفع قمعك عن شعبنا. اذا المهم في هذه الكلمه هو هذا التحدي، تحدي والمطالبه برفع ديال القمع. طبعا يعني النظام كنطلبوه باش يرفع القمع ديالو، ولكن الا ما بغاش يرفعو راه حنا لكل مقام مقال. يعني راه حنا مستعدين باش نواجهو. حنا كنعرفوا واحد المقوله اخرى اللي كتقول يعني واخا تعيا ما تقمع شعبنا لن يرتاح. اذا الشعب واخا تعيا ما تقمع شعبنا لن يرتاح. احنا مستعدين للنضال، احنا القدر ديالنا هو النضال، ولكن اللي هو مهم هو هذا التحدي اللي اليوم كنشوفوه كيجي على اللسان ديال واحد الشابه اللي عاد خرجت من السجن واللي كتحدى واللي هي اول من كان وقال ملعون حليف النظام، ملعون من يخون العاده. هذه مسائل اساسيه لان احنا عارفين بزاف كاينين بزاف الخونه ديال العاد، بزاف ديال الحلفاء ديال النظام وديال المخزن، وبالتالي هذه اللعنه خصها دائما تبقى مستمر على هؤلاء، على الحلفاء ديال المخزن وعلى العملاء ديال المخزن. وفي نفس الوقت اللي حنا يعني كل تحيه وغادي يبقاو فوق الراس ديالنا، فوق راسنا جميع المناضلين واللي حنا غادي نبقاو معاهم وغادي يبقاو معنا الى ان يحقق شعبنا المطامح ديالو، المطمح ديالو الاساسي اللي هو القضاء على المخزن، القضاء على الاستبداد، القضاء على الفساد، وبناء المغرب الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه والمساواه والديمقراطيه وحقوق الانسان للجميع. اذا حنا بالنسبه لنا هذه مناسبه عظيمه ديال الخروج ديال وفاء باش نقولوا بان غنبقاو تنتحداو، ولكن اللي هو مهم في هذه الحاله هو التحدي ديال النساء المغربيات. يعني راه ماشي مساله عاديه ومالوفه عندنا في البلاد باش اننا نجبروا مناضلات اللي كيتحداو وكيستمروا في التحدي. حنا كنعرفوا شنو هو علاش المخزن تيقمع. تيقمع اولا باش يخلع هذوك الناس الاخرين كاملين اللي ما دخلوش للسجن واللي ما تقمعوش باش يوليوا اللور باش يتكمشوا. ثانيا باش هذوك المقموعين باش يوليوا اللور. الا ما ولاوش اللور يعني ذاك الساعة يوليو اللور بشوية بشوية داخل السجن. إلا ما نجحش في هذه القضية سيستمر، وحنا عارفين الخدمة ديال المخزن ونكونوا على بال، راه المخزن غادي يبقى تابع جميع المناضلين اللي كيتحداو، وغادي يبقى تابع هاد الرفيقة ديالنا وفاء شرف، غادي يبقى تابعها باش أنها تولي اللور، لأنه ولات من إحدى الرموز ديالنا، من الرموز ديال الصلابة، من الرموز ديال التحدي. وهو بطبيعة الحال ما تيبغيش يكسر غير الأشخاص، ولكن كيبغي يكسر الرموز، ولهذا حنا خصنا نتصداو وما نخليوهش يكسر الرموز ديالنا. ومرة أخرى تنحييو الرفيقة ديالنا وفاء وتنقولوا لها استمري في الصمود، لأن الاستمرار ديالك في الصمود يعطينا شحنة جميعا لنساء ورجالا باش نستمروا في الصمود. وتحية نضالية للجميع.